بيكو وحكاية يوم جديد مع بعض بنفتكره زي النهاردة. زي النهاردة 1 نوفمبر 1945 اتأسست منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. أما سنة 1964 فتحوا جدار برلين بشكل مؤقت للسماح بمرور اللي تجاوزوا سن 65. وفي سنة 1977 اكتشفوا أكبر حقل لليورانيوم في البحر الأسود. وزي النهاردة سنة 1990 جامعة الدول العربية بدأت العمل بشكل رسمي من القاهرة من مقرها المؤقت في تونس. وفي سنة 1993 بدأ تطبيق معاهدة ماستريخت بين عدد من دول أوروبا واللي كانت النواة التأسيسية للاتحاد الأوروبي. أما عن مواليد زي النهاردة، فزي النهاردة سنة 1958 اتولدت الممثلة الأمريكية ريتشل تيكوتن اللي من أعمالها The Burning Plain. أما سنة 1972 اتولدت الممثلة الأسترالية توني كوليت اللي من أعمالها مدام. أما عن اللي رحلوا عن عالمنا زي النهاردة، فزي النهاردة سنة 2007 رحل الطيار الأمريكي بول تيبتس اللي قام بإلقاء القنبلة الذرية على هيروشيما. وعن الأعياد والمناسبات، فزي النهاردة 1 نوفمبر من كل سنة هو اليوم الوطني في الجزائر، وكمان هو اليوم العالمي للنباتيين. وزي النهاردة 1948 كان العرض الأول لفيلم عنبر، قصة محمد كامل حسن، سيناريو وحوار وإخراج أنور وجدي، وبطولة ليلى مراد، أنور وجدي، حسن فايق، ستيفان روستي، إسماعيل ياسين ومحمود شكوكو. وسنة 1995 اتعرض لأول مرة فيلم ميت فل، تأليف وإخراج رأفت الميهي، وبطولة شريهان، هشام سليم، سعيد صالح، أشرف عبد الباقي وحسن حسني. خلصت حلقتنا، وبكرة حكاية يوم جديد زي النهاردة.